بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نجد كلمة صاد، بعض الطلاب يكتبون أو أكثرهم يكتبون صاد أو صلعم، أو نجد بعض الكتب عند ذكر النبي. إيه، عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بدل ما يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلعم، صلعم أو صاد، صاد. إيه، كذلك رضي الله عنه يكتب مثلا عين، أو مثل علي بن أبي طالب. لا، علي بن طالب مو رضي الله عنه، كرم الله وجهه، يكتبون العين رمزا الى عليه السلام. لازم يقول عليه السلام يكتب العين، او كذلك كرم الله وجهه بالنسبه لعلي بن ابي طالب. انت ما شاء الله جمعت عده اسئله. سؤال هو جامع واحد. على كل حال، لا ينبغي للانسان عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب صاد ولا صلاه، وكره علماء المصطلح أن يفعل ذلك، وقالوا إما أن يكتب صلى الله عليه وسلم وإما أن يدعها، أن يدعها ما يقول شيء، ويجعل الصلاة من القارئ أو من السامع. وأما الإشارة بالعين عن عليه السلام فهذه أهون من الإشارة بالصاد عن صلى الله عليه وسلم. ثم إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا قلت علي رضي الله عنه فهو أحسن من قولك عليه السلام، وأحسن من قولك كرم الله وجهه، لأن الرضا عن العبد هو أعلى المقامات وأفضل ما يكون الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل لأهل الجنة: ماذا تريدون؟ فيذكرون نعم الله عليهم فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضا الله عن العبد هو الغاية العظيمة، لكن من جهل الرافضة صاروا يقولون لعلي عليه السلام أو نعم أو كرم الله وجهه. هنا الطلاب الزام الطلاب بالنسبة للإملاء، ما تتنمى الطلاب يقال اكتبوا صلى الله عليه وسلم، والأحسن أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا علمنا كيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.